مرحبا بك في أول عدد من حصة غلبك ولا غلبوه تاع مخصصة اللاعبين في شهر رمضان. أمين، أنت بكل صراحة كيف يعني تقضي يومية تاعك في خلال شهر رمضان؟ راقد ولا ناشط؟ بون، ما نخبيش عليك، أنا ما نرقدش نورمال. بالك ما بيش دي زونور ولا تروازون، إنسان كنت نرقد بزاف كدا، مي دوكا الحمد لله نورمال مود أميدي. تسمى في وقت الظهر الانسان يصلي يوجد روحه ويخرج نورمال. واش رايك يا امين في الناس اللي ترقد بزاف، تجيب حتى المغرب، راك تشوف لوجيك؟ بون، ماشي لوجيك، عباك تحب ولا تكره رمضان كما يقول لك دايرينو دايرينو الصلاه العباده، فاهم؟ تسمى الانسان في رمضان شغل حنايا باش نربحوا فيها الاجر، هذه هي. أمين، رمضان كيما الحصة تاعنا هذه ولا الروبريك تاعنا هذه، يغلبك ولا تغلبو؟ اسكو رمضان يغلبك بكل صراحة ولا تغلبو؟ ولا تغلبو كيفاش؟ نورمال، ما نخبيش عليك، بور لو مومون بون هاد دوزون ولا تروازون راني غالبوك، فاهم؟ نورمال وليت نوض نورمال، خاطش كان عباك هو شكون اللي يخسر البنادم؟ سي كيما يقول لك الصومعي الرقاد، فاهم؟ وانا دوكا مانيش نرقد الحمد لله، مخبيش عليك، نصلي الصبح في الجامع نرقد بلاك ا 5 دي ماتين هكذاك، سي نورمال. نوض اميدي ندوش بعقلي نهبط للجامع، فاهم؟ نريح نقصر في الحومه، بعد نخرج ندور شويه هكذا، نزيد نصلي العصر حتى نجيب المغرب. من داك كي نكونوا نونطريني وانا نونطريني، هذه هي اسمها. على ذكر التدريبات امين، انتم اللاعبين تبذلوا مجهودات كبيره خلال رمضان، يخيل الناس باللي اللاعبين هما اللي سوفريو اكثر بارابور اللي باقي عموم الشعب الجزائري. بيان سور سي با فاسيل، ما نخبيش عليك حقيقه، انا من داك كي نونطريني في النهار قبل الفطور يغلبني رمضان، كي نونطريني بصح، وكان ما نونطرينيش نريح الاز، فاهم؟ بصح كي تونطريني سي با فاسيل، واعره بزاف. وانا ديجا دون 4 اور هكذاك كنا نلعبوا ا 2 اور، لا 14 اور في رمضان، تنجم تموت في رمضان نورمال، تنجم تموت كي تكون تونطريني وتكون تلعب، خاطش واعره بزاف، وسيرتو في لا بيريود اللي رانا فيها تاع سخانه. لا بيريود الحاليه امين، توقف البطوله، انتهاء البطوله، نقدروا نقولوا انه رمضان ساعدكم كي جا هكذا كي حبست الشامبيون؟ الحمد لله. ما تنجمش تلعب وانت صايم، هذه حاجه باينه مفروغ منها. بون مارغريتو بالك زعما نكونوا نلعبوا، لما نشح نلعبوا في النهار باينه بلي راح تلعب في الليل، فاهم؟ مي ما نخبيش عليك، رمضان ماشي تاع لعب وماشي تاع تدريبات، بالك تحط اونطريني بور لا فورمك، فاهم؟ في رمضان كان ظاهرة سلبية لعامة الجزائريين أنهم يتقلقوا، دائما يردوها على شهر رمضان، يقول لك روح خطيني أو غالبني رمضان. هل أمين أكسس يتقلق ولا سبق له وضارب في رمضان، يعني دير قيرة كما نقوله بالعامية؟ لا يا أخويا، خاطينا القيرات حنايا، حنا القيرة في تيران برك حنايا، ما أخبيش عليك والله، غير حقيقة جامي الحمد لله نجوز رمضان، ما لقيت نهار كنت نرقد وكذا، مي جامي صرا لي بروبليم زعما هكذايا برا ولا مع الناس ولا ضاربت ولا زعما صرا لي مشكل كبير ولا، فاهم؟ خبيش عليك، انا جو بونس في رمضان ما كاينش شياطين، ما كاين والو، فاهم؟ صح، الناس تضارب بزاف في رمضان، الناس تضارب ربي يهديهم. انا واش تحب نقول لك، الناس تضارب ربي يهديهم، بيسك ما على باليش على شي غلبك رمضان، خاطش وكان على باليش، وكان تروح الجامع تقرا القران ما على باليش، ما تدورش بزاف ولا، مش حيغلبك رمضان، تريح تقصر، خاطش كاين تحب ولا تكره، كاين عباد ولاد فاميليا، وكاين دي فوايو اللي يضربوا اللي يسرقوا اللي، فاهم؟ هذه هي. انا على ذكر الجامع امين اكسس، انت اسكو تصلي التراويح وتصليهم كامل ولا من الجماعه تاع زوج ركعات وخرج؟ يا اخو انا ما اخبيش عليك، انا في شهر ماشي في شهر رمضان، على العام كي تسمح لي نصلي في الجامع نصلي، فاهم؟ كي تطيح لي الفرصه على العام نصلي في الجامع، الحمد لله يا اخو، ان شاء الله ربي يقدرنا، فاهم؟
نصلي في الجامع ونصلي قاع التراويح ما عنديش. إذا تواظب على أداء التراويح؟ بيان شور أنا نصليهم، غير ولا كان عندنا تدريبات زعما نقولوا ما كفاكش الوقت ولا باش نصلي بالك ربعة ولا ستة ونخرجك فاهم، مي ولا كيكون آلاس هكذا نصليهم قاع. رغم أنه أمين أكسس معروف عليه دائما الصورة نوعا ما سلبية، يقول لك أمين تاع سهرات، أمين تاع سهرات اكتشوا في الصورة ديالنا أخويا ياسين. لا يا أخويا خبيش عليك، ما على باليش هكذا في دي فاكونس ولا نخرج نسهر هكذا من النورمال، بصح ماشي باش نخرج خرجت السهرات تاع لي فوايو ولا سي نورمال، راني جوا راني كدا عندي عام كومبلي وانا نخدم، انا نونطريني فيه نسكري فيه في الصيف كيكونوا لي فاكونس نخرج مع صحابي مع كدا بور ديفولياك فاهم، ماشي باش حاجه من باب واحد اخر فاهم. مي الحمد لله انا خاطيني نصلي سي نورمال، بالك ما على باليش صح عندي شويه ايماج خرج عيانه بالك ما باش سي نورمال في كوتي تاع سبورتيف راك فاهم، يقول لك ما باش يقول لك قبيح يقول لك كذا، انا الحمد لله انا ماشي قبيح، انا لا في بريفي ديالي ما نضارب برا ما نتبلى الناس، ما نورمال انسان عادي كايها الناس. واش البلا بريفيري تاع امين اكسس في رمضان؟ لازم يكون في الطابله خبيش عليك ما عنديش انا بلا بريفيري، بالك بلا بريفيري ديالي زعما وشنو زعما فلافي بالنورمال عندي طعم. لا لا في رمضان، في رمضان لازم يكون حاضر في الطابله الشربة، وكان ما تكونش شربة 30 يوم خوك 30 يوم ياكل الشربة بيان سور لي صالاد كدا منا، وكاين ثاني الكازوز تتشهى في رمضان والله غير نتشهى ما خبيش عليك، مي هذا العام راه ما مانيش حاب زعما شغل شغل خلاص زعما انسان بدا يكبر بدا كدا، مانيش حاب ديجا الشيخ بابا شغل ماشي هكذا ندار معاه ولا شغل يقول لي ريح ما تخسر ولا شايف انا نشري وانت تشري، انا الله غالب ندوز على الحوانت زعما قاطو قلابز هذوك لي طار تكدا الكوازز لي جو ريح غير نشري شغل مهبول والله العظيم. امين اكسس حاجه مليحه صارت لك في شهر رمضان، حاجه مليحه في الكاريير تاعك سبورتيف بيان سور. الحاجه اللي تفرحني في رمضان اسما كي نصوم نصوم زعما شغل نصوم تاع الصحه فاهم، نصوم نعبد ربي نصلي انا هذا هو البليزير ديالي في رمضان، بيسك يقول لك شهر رمضان شهر القران وراك فاهم والتوبه، انا هذه هي انا ما حاجه واحده اخرى ما تهمنيش، اسما ما كاش نونطريني نلعب نقصر نلعب الدومين نضحك، مي حاجه امبورطونس ما لي تهمني في الدنيا وتهمني مع ربي، اسما في رمضان لازم نقابل ربي مليح. أمين أكسس شكرا جزيلا، كلمة أخيرة توجهها للجمهور الجزائري بمناسبة شهر رمضان واش تقول لهم؟ نقول لهم صحة رمضانكم حاجة الأولى، ونوصي الشعب الجزائري باللي ما خبيش عليك حنا الشعب صح مقلق مي أوفون 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 حنا الجزائريين شغل ناس ملاحك فاهم، مالغريتو نتقلقوا من داك لاباكار من داك دبزة من داك كدا، نقول لهم باللي إيفيتيو إنسان ما يسييش يدير الشر فاهم، سيتو على العام ماشي غير في رمضان، مي حنا رمضان شغل حاجه خاصه لينا فاهم المسلمين اخو، هذه هي نقول لهم صحه رمضانكم وصحه فطوركم، وان شاء الله مع باليش ولا ما تلاقيناش ولا صحه عيدكم كاع الجزائريين، وان شاء الله يعقبوا كما يقول لك رمضان طيب ان شاء الله، نتمنوا كاع الجزائريين.